من أكثر من 50 سنة. يعني أنا حد ما أوعى هاي الطبخة رز ومثل ما شفتي ودبس فليفلة، دبس بندورة، فلفل أسود، نعناع، زيت، لحمة، وبي يعني ناس يسويها بس بالزيت. احنا بشهر رمضان يعني نسوي التشيكة، نسوي الدولمة، نسوي غازان، غازان كباب، هذا اللي نسويه. اول شيء نغسل الرز ونحطه يعني بصينية خاصة فيه، ونحط دبس بندورة، دبس فليفلة، وثوم مطحون، ونعناع، وشوي ملح، ليمون، ورشة ملح، ونضيف اللحمة عليهم. الكراد يعني نحب، نحن نحب الحد، نحب الأكل الحد، يعني هي بيها تشيكة، بيها الحويلكات، يعني طبعا بالكردي ما يقولوا حويلكات، يعني أنا كردية. رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والسلامة، وإن شاء الله هالبلد تكون بألف خير وسلامة يا رب.